بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخ وليد. من كان مسافرا فصلى العشاء خلف من يصلي المغرب ولكن المأموم لا يعلم، فهل يتم صلاته أربعا أم يقصر ويسلم مع الإمام مع أنه دخل الصلاة ولا يعلم أن الإمام يصلي المغرب؟ الحمد لله، المتقرر في القواعد عندنا أن المسافر إذا دخل مع الإمام في موضع لا يمكنه أن يقصر إلا إذا خالف الإمام في الاقتداء، فإنه لا يجوز له أن يقصر في هذه الحالة، لأن القصر سنة ومتابعة الإمام والاقتداء به واجب، فإذا دخل معه في موضع لا يستطيع أن يحقق سنة القصر إلا بمخالفة واجب الاقتداء فلا يجوز له حينئذ أن يقصر تقديما للسنة على الواجب، بل يجب عليه أن يتم تقديما للواجب على السنة. فإذا دخل معه بنية القصر ثم تبين له في أثناء الصلاة أن إمامه يصلي المغرب فيجب عليه أن يقلب نيته من قصر إلى إتمام، وانقلاب النية من قصر إلى إتمام أو من إتمام إلى قصر لا يؤثر في صحة الصلاة، وفقك الله والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليك، رجل سيسافر ودخل عليه وقت الفريضة وهو في المدينة فلما خرج من البنيان صلاها، فهل يصليها قصرا أم يتمها؟ أحسن الله إليك. الحمد لله، المتقرر في القواعد أن العبادة ينظر فيه فعلها إلى الحال لا إلى ما كان، فمن وجبت عليه الصلاة وهو مسافر ثم أقام فالواجب عليه أن يصليها صلاة مقيم، ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر فله أن يصليها صلاة مسافر، لأن العبرة في التعبد إنما هو حال الفعل لا ينظر الإنسان إلى ما كان، فليس العبرة بوقت الوجوب وإنما بوقت الفعل والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، أحسن الله إليك. شيخنا، إن هناك شخص لديه أموال وقف لمسجد والظروف حاليا لا تسمح بأن يبني هذا المسجد أو يشتري أرض لهذه المسجد، وهذه الأموال موضوعة عنده في حسابه البنكي، فهل يجوز له أن يقترض منها على أن يعيدها بعد شهر أو شهرين؟ لأن استفادته من هذا المال لن يستفيد من هذا المال مال الوقف هذا إلا بعد سنة أو بعد 6 أشهر، فهل يجوز أن يستلف منها لمدة شهر أو شهرين ويعيدها أو يسلفها غيره أو يقرضها غيره؟ هل يجوز ذلك؟ جزاك الله خير، كتب الله أجرك. لا، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لا يتعرض لمال الوقف باقتراض خاص ولا اقتراض عام، لا أن يقرض منه نفسه ولا أن يقرض منه غيره، ولا يجوز له أن يتاجر فيه بحجة أنه لن يستخدمه الآن، فهذا مال وقفي على جهة معينة، فلا يجوز له أن يتصرف فيه أي نوع من أنواع التصرفات التي ترجع مصلحتها لخاصة نفسه أو لغيره، لا يتلاعب في مال الوقف ولا يسوغ لنفسه أن يصرف منه درهما واحدا، فإما أن يحتفظ به من غير إخلال به لا بقرض ولا بمتاجرة، وإلا فليودعه غيره إن خاف من نفسه ألا يحكم زمامها في المحافظة على هذا المال، لا يجوز له أن يقرض نفسه من هذا المال ولا أن يقرض غيره من هذا المال ولا أن يدخل به في متاجرة أبدا. انتبه يا أخي، إن كنت أنت السائل من تسأل لنفسك فاحذر من أن تتصرف في هذا المال بأي نوع من أنواع التصرفات، فإن كنت تضمن نفسك وتأمنها على الاحتفاظ بهذا المال حتى يأتي وقت الحاجة إليه في بناء المسجد فالحمد لله، وإلا فأودعه غيرك لتبرأ ذمتك، وأما أن تتصرف فيه فلا وألف لا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا شيخ. سائل يقول: ماذا علي لو ألزمني رجل
بأمر أن أفعله فقلت علي الطلاق ما أفعله، ثم فعل هذا الأمر، ماذا يلزمه؟ بارك الله فيه. الحمد لله، لا نعلم نزاعا بين أهل العلم أن قول الإنسان علي الطلاق أنها من جملة الأيمان التي تجب فيها الكفارة إذا خالف الإنسان مقتضاها وحنث فيها، ففعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. فإذا قال الإنسان علي الطلاق ألا أفعل وفعل، فعليه كفارة يمين. وإذا قال علي الطلاق أن أفعل ولم يفعل، فعليه كفارة يمين. فهي من جملة أيمان المسلمين التي تجب فيها الكفارة إذا خالف مقتضاها، وبناء على ذلك فعلى الإنسان هذا أن يكفر لأنه خالف مقتضى يمينه هذه، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو يكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة، أو يعتق رقبة. فإن لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فليصم 3 أيام متتابعات، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظك الله شيخنا بارك فيك. ما حكم تأخير الصلاة ليس يعني والوقت لم يخرج، يعني أخر الصلاة في وقت الصلاة والوقت لم يخرج، ما حكم تأخيرها؟ هل هي مخالفة أم ماذا؟ وما حكم ذلك؟ بارك الله فيك. الحمد لله، المتقرر في القواعد أن الواجب الموسع إذا اقترن بأول وقته ما يوجب فعله في أول الوقت وجب أداؤه في أول الوقت، ولا يجوز له بحجة كونه واجبا موسعا أن يؤخر فعله. ومن ذلك الصلاة المفروضة، فإنه قد تعلق في أول وقتها ما يوجب فعلها في أول الوقت وهي أداؤها جماعة، فإذا كان تأخيره للفريضة سيوجب له تفويت صلاة الجماعة في المسجد مع إخوانه المسلمين، فإنه يعتبر آثما في تفويت الجماعة، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة المفروضة لأن وقتها موسع وسيفعلها في آخر وقتها، إذا كان ذلك يفضي به إلى تفويت الجماعة التي تفعل في أول الوقت. فيجب عليه في هذه الحالة أن يؤدي الواجب الموسع في أول الوقت، لأنه قد تعلق بأول الوقت واجب سيفوت بتأخيره. أفهمت هذا؟ احفظ هذه القاعدة، متى ما تعلق بأول الوقت الموسع شيء يوجب فعل الواجب الموسع في أول الوقت وجب فعله في أول الوقت كصلاة الجماعة. فإذا دخل وقت الظهر مثلا فلا يجوز للإنسان أن يقول سأفوت الجماعة لأن وقت الظهر وقت موسع وسأصليها في منتصف الوقت أو في آخر وقتها، فهذا لا يجوز لأنه قد تعلق بأول وقت الواجب الموسع ما يوجب فعله في أول الوقت، فإذا أخر وفوت صلاة الجماعة فإنه يعتبر آثما، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا التفويت، والله أعلم.